ففي تفسير ابن الجوزي قوله تعالى بقية الله خير لكم، قال ابن الجوزي فيه ثمانية أقوال. أحد هذه ما هي بقية الله؟ يقول ما أبقى والذي أبقى الله لكم الحلال ما أبقاه الله من الحلال، أي ما أبقى الله لكم الحلال بعد إفاء الكيل والوزن، خير من يقول هذا الذي يبقيه الله ما أبقى الله لكم الحلال بعد إفاء الكيل والوزن خير من البخس. قال أيضا يقول هذا ذكره ابن الجوزي ويقول قاله ابن عباس، يعني هذا أيضا القول ينسبه لابن عباس. القول الثاني يقول يقصد ببقية الله أو يقصد بقية الله رزق الله خير لكم، أيضا روي يقول هذا عن ابن عباس وأيضا قال به سفيان. القول الثالث طاعة الله خير لكم، بقية الله أي طاعة الله، إذن عندي ما أبقى الله لكم من الحلال، عندي رزق الله، عندي طاعة الله، هذا يقول قال به مجاهد والزجاج أو الزجاج. والرابع يقول بقية الله أي حظكم من الله خير لكم، نسب هذا إلى قتادة يقول قاله قتادة. والخامس يقول رحمة الله خير لكم، بقية يعني رحمة، بقية الله أي رحمة الله، يقول هذا قاله ابن زيد. والسادس يقول يقصد ببقية الله وصية الله خير لكم، وصية الله خير لكم، يقول قاله الربيع. والسابع ثواب الله في الآخرة خير لكم، قاله مقاتل. والثامن مراقبة الله خير لكم، ذكره الفراء وقرأ الحسن البصري، وأيضا في القراءة يقول يوجد اختلاف، قال قرأ الحسن البصري ليس بقية الله وإنما قرأ تقية الله خير لكم. يقول قال تعالى إن كنتم مؤمنين، يكمل الكلام لابن الجوزي، إن كنتم مؤمنين يقول شرط الإيمان في كونه خيرا لهم، لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عز وجل عرفوا صحة ما يقول. إذن لاحظ، إذن بقية الله اختلفوا أم لم يختلفوا بمعنى أو في معنى بقية الله؟ اختلف القوم في معنى بقية الله، اختلف العلماء، اختلف أهل الفضل، اختلفت الرموز الدينية في معنى بقية الله. قسم قالوا ما أبقى الله لكم من الحلال، قسم قالوا رزق الله، البقية بقية الله رزق الله، وآخرون قالوا طاعة الله، وغيرهم قالوا حظكم من الله، وآخرون قالوا رحمة الله، وبعض آخر قال وصية الله، ومعنى آخر ثواب الله، ومعنى ثامن مراقبة الله. إذن لماذا نكفر، لماذا يكفر الشيعة، لماذا يستخف الشيعة عندما يأتون بقول تاسع بمقترح تاسع باحتمال تاسع، وأنه يقصد ببقية الله هو المهدي عليه السلام، ليس مهدي الشيعة وإنما عنوان المهدي، المهدي الموعود سواء كان مولودا أو سيولد. ما هذا الحقد وما هذه الأنانية وما هذا التكفير الفكري وما هذه الدكتاتورية الفكرية وما هذه الألغام الفكرية والعبوات الناسفة الفكرية؟ لماذا يمنع الشيعة من طرح هذا العنوان ومن طرح هذا المحتمل، خاصة أن هذا المحتمل ينسب إلى إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، والجميع يقر بالفضل أئمة أهل البيت. الآن نرجع إلى تفاسير التكفيريين وممن ينصب الأعداء لأهل البيت، هل تجدون ذكر لأحد رموز أهل البيت، لأحد أئمة أهل البيت في تفاسيرهم، في كتبهم، في كتب الروايات؟ لا يوجد، وإذا وجد شيء فليس له مقارنة مع ما ذكر للغير بحكم لا شيء، بحكم العدم. الآن ذكر عدة أشخاص، عدة عناوين، عدة أسماء، هو من ذاته ابن الجوزي نسب قول أول لابن عباس وقول آخر لابن عباس ولسفيان، وذكر مجاهد والزجاج، الزجاج وقتادة وابن زيد والربيع ومقاتل والفراء والحسن البصري وغير هؤلاء. لماذا لا يذكر معهم الإمام الباقر أو الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام السجاد عليه السلام أو الحسن أو الحسين عليهم السلام؟ لماذا لا يذكر أحد أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ الآن هل هذه الأقوال تابعة لشرط صحة الرواية وصحة السند حتى نقول القوم من بداية الأمر خرجوا الشيعة وأئمة الشيعة من الوثاق ومن الثقات؟ لا يوجد،
حتى أقوال من التوراة من الإنجيل من الإسرائيليات يأتون بها في كتب التاريخ وفي كتب السير وفي كتب التفاسير، وأيضا آراء شخصية واجتهادات شخصية أيضا تذكر. لماذا لا يذكر اجتهاد الصادق عليه السلام، اجتهاد الباقر، اجتهاد الكاظم، اجتهاد الرضا، اجتهاد الجواد، اجتهاد الهادي، اجتهاد العسكري، اجتهاد السجاد عليه السلام؟ لماذا يذكر اجتهاد هؤلاء الأئمة؟